مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الحصة الخاصة التي نواصل فيها الحديث عن المنتخب الوطني الجزائري. أتشرف وأرحب مرة ثانية بأمين دريسي محلل القناة. مرحبا بك أخويا مصطفى. كما أرحب بإسماعيل حجاب صحفي بقناة السلام. مرحبا بك زميلي مصطفى. أمين، نواصل مع المنتخب الوطني، كيفاش تشوف الطريقة اللي حيلعب بها الناخب الوطني؟ بعد تكلمنا بعامية، تكلمنا متغمقناش. اليوم قول لي، أنت قلت لي بالك بلوك ميديوم، بالك قول لي طريقة 4-4-2 4-3-3 4-1-4-1 قول لي من بعد قول لي الطريقة كيفاش. والله الطريقة الأقرب اللي راني نشوف فيها 4-1-4-1 كيما تاع كأس إفريقيا ما راحش ماشي خصم كيما نقولوا من العيار الثقيل اللي ربما راح نحسبوا له أي بحساب ولا نديروا أن بلوك با، وحنا ما تعودناش مع الناخب هذا يدير أن بلوك با، رار موين يدير أن بلوك با ويروح بلي كونتر. ما نظنش أنا اليوم راح نديروا بتاتر أن بلوك ميديوم اللي راح نتقدموا كتير ربعة على الوسط اللي راح يتقدموا كتير للوسط. نظن هذه الطريقة ربما رأيي أنا الطريقة الأنسب لي باش نقضيوا على المنافس في 20 دقيقة الأولى، خاصة أمين شفنا المنافس يقع بزاف الأخطاء، يعني لو كان ضغطوا عندهم راح يرتبوا. يعطيك الله الصحة، لأنه هو اللي راح يستعمل البلوك بات تاعو بطبيعة الحال، ما عندوش باش يمتص، لا ما عندوش لي مويا إيما ولا اللي راح يقدر نقولوا يهاجمنا، ولا راح يلعب بالطريقة اللي لعب بها نصف ساعة الأول هنا في الجزائر، اللي راح يترقلوبا دارير وحنا بلي كونتر اللي بوتات بالك يسيي يقول لك بالك يباغتنا ولا، وحنا هذا الشيء ساعدنا لو كان يترقلوبا لنا داريال اللي راح نديروا عليه البريسينغ والضغط العالي اللي راح بالك يمكننا باش نقدروا نسجلوا في 4 ساعة الاول ان شاء الله، وهي احسن طريقه ان شاء الله. ناكد كلام زميلي امين، يعني نشوف اللي الضغط العالي حيكون مفتاح الفوز بالمباراه. نعم، يعني راح نشوف انهمش نعطيهم ما نشوفش باللي المنافس حيخلق صعوبات للخضور، يعني انا نشوف الضغط العالي هو حيكون مفتاح الفوز بالمباراه، خاصة في نصف ساعة الأول من المباراة إن شاء الله. إحنا نتمنى نكونوا في المستوى إن شاء الله، ويكون المنتخب الوطني مركز باش نحقوا هذا النتيجة إن شاء الله. أمين، المنتخب المنافس نتحدث شوية عليه، يعني عنده 3 نقاط، إحنا 7 نقاط، بوركينا فاسو 7 نقاط، ما تشبه اللي ما عنده ما يخسر، يقول لك أنا نلعب بالك ربما أنت قلت لي ما يهاجمناش منا، دوك عنده 3 نقاط، يعني يفوز على الخضر يرفع حظوظ التأهل، يتعادل ولا يخسر يفقد حظوظ التأهل تاعه، يقول لك أنا نلعب لوتو بور لوتو، نلعب باش نربح ونا احنا ماذا بينا جامري كيما يقول لك بيا لو كان يخمم هاد التخمام هذا ويحب يهاجم، ماذا بينا احنا تساعدنا، احنا هذا واش رانا نحوسو يخرج من القوقعه تاعو ويسي يهاجمنا، هذاك واش يساعدنا. بصح انا نظن ما شكيتش المدرب على بالو باللي عنده خبره، على بالو باللي مقابله فيها 90 دقيقه، يقول لك انا نسي ناصيري داريال انت الجروب من لور نقلقهم شويه بوتات ونسي نروح بلي كونتر، مي بصح باش يفتح انا ما نظنش راح يفتح. تقول لي ما عنده ما راح يخسر، ربما تقول لي بالك ما عندوش الضغط ولا ما عندوش هذه، انا نقول لك العكس، ربما هو راه يخمم باش يفوز ويولي يلتحق بالمقدمه، يولي اصبح على بعد نقطه علينا اللي راح ترفع له حدوده كامله باش يكون في المركز الاول. هذا الشيء انا نقول لك والله ربما مستبعد جدا، اللي ما نظنش انا المدرب كافالي راح يغامر ضد المنتخب الوطني. جيد اسماعيل، يعني لحقنا الوضعيه، لحق المنتخب الواحد المستوى وين تغامر امامه تحصل تغلق تحصل، يعني المنتخب الوطني نشوفه كل مباراه يسجل، كل مباراه الله يبارك اللهم لا حسد، كل مباراه يسجل يعني يغني يغلق اللاعب حنسجل لهم، يعطينا حنسجل لهم. يعني زميلي مصطفى، يعني نشوف قلتها انت المنتخب واش دار، يعني كما يقول واش داروا معنا ما حصلوا ما قدروش يعني، ونزيدوا النقطه هذه مصطفى، يعني المنافس شاك، يعني شاك ادفيرس انا ندخلوا كونترو، يعني ماذا به يكسر هاد السلسله من نتائج سلسله 30 مباراه خساره وان شاء الله تكمل. يعني بالك الكثير ما يشوفوا فيها سهله، لكن هي صعبه داخل الميدان، يعني المنتخب الوطني احنا بالجوال اللي عندنا يعني نجوم، يعني اللي عندنا يعني من تبارك الله ما شاء الله، يعني ما نشوفش راح يكون الضغط عليهم، مي تكون يعني المنافس راح يمارس الضغط على، يعني لو كان يعني بالهضره. نعم، يعني شفنا المباراه الاخيره للخضر، تكون هضره قبل المباراه، يعني احنا نفوزوا احنا نكسروا احنا نحبسوهم احنا. نعم. احنا مي انا ما نشوفش
يعني مع كل احترامي بالك باش يديروا البوز برك اسمعي دوكا ولاو يديروا البوز نعم تاع المنتخب ما ربحش ما خسرش حتى كيما اي منتخب يحب يكسر هذا السيسي يقول لك حلعب اسمح لي كي تعمل انت منتخب باش باش يدخل التاريخ ايضا البوز والتاريخ يعني حنا دوكا نهكو في الوقت هذا التكنولوجيا يقول لك البوز امين دوك انت تلعب منتخب 30 ماتش ما خسرش تقول لهم حنلعب معاه باش نخسر فاهم اللي تقول لهم نحب نربح هادي وادي تولي لينا وسكيما يقول لك ستين فيارتي بورنو بطبيعه الحال نعم وانا مع كل احتراماتي لمنتخب النيجر انا ما نشوفش ان المنتخب النيجر يحبس المنتخب الوطني نعم جيد هادي على الورق على الورق نعم امين كافالي وبكل ثقه امين لا مليح امين كافالي يعرفوا العقليه تاع اللاعبين الجزائريين كان سبق له درب هنا في الجزائر ودرب حتى المنتخب الوطني لكن الجيل الحالي يختلف على الجيل اللي دربه كافالي فوالا يعرف العقليه القديمه العقليه الجديده من نعم خاصه انه اللاعبين كلهم تقريبا محترفين بطبيعه الحال واللاعبين تاع هذا الجيل هذا ما نظنش اللي راح يتاثروا تقدر كيما نقولوا تلعب لهم على لي سونتي وتلعب لهم على الاعصاب انا ما نضنش هو ربما بدات عرفت العقليه القديمه عندما كان يسجل علينا هدف نتقلقوا عندما فهمتني اليوم والله اصبحنا نملك منتخب قوي من جميع النواحي سواء الذهنيه التقنيه او التكتيكيه نعم اسمعين كافالي يعرف المنتخب الجزائري جيدا والبطوله الوطنيه ايش من المؤكد هو وليد الجزائر كما يقولوا مي كما قال امين مش كيتش راح يقدر يعرف يعني عقليه المنتخب الوطني الحالي يعني لاعبين يعني تبارك الله ما شاء الله يعني يلعبون في انديه كبيره جدا يعني ضغط يعني يلعبون يعني نضرب المثال بمحرز يعني يلعب مباراه الديربي مع مانشستر يونايتد تحت ضغط كبير تحت ضغط عالي ليفربول او لعيبه ضد ريال مدريد لعيبه ضد باريس سان جيرمان يعني ماشي نشوف انا باللي راح يتاثر راح يتاثر وما نشوفش انا شاك جوار من كيف نص هذا المنتخب الحالي راح يتاثر به نعم امين تكلموا عن الهجوم يعني توقع نفس الهجوم اللي لعب مباراه الذهب ولا يحدث تغييرات الناخب الوطني محرز بغداد بالرحمه ولا بالليلي سليماني محرز محرز ما نهضروش عليه والله ربما رايي انا ربما محرز بغداد بالليلي اسباب امين علاش بالاسباب والله احنا كيما نقولوا الهجوم هذا ماشي والفنا الانسجام راح يكون بوكو بليس على الجهه اليسرى عندما شاهدنا صحيح. عندما تكون الامور صعبه المباراه صعبه على بالنا بلي الثنائي بونجاح يلقاو الحل يعطيك الله صحه يلقاو الحل خاصه بلي باسكورت هادوك اون ديفياسيون كيفاش يروحوا لاندو تاعهم ربما نخلو رايي انا يقدر يزيدنا البليس سليماني في الدوزيام طون بارابور البونجاح كيما ذكرت لك في الحصه السابقه حنا نعرفوا سليماني عنده فور دو كاركتر عنده احترافيه كبيره جدا باحترامات البونجاح ولكن كل لاعب والخصوصيه تاعو عندما سليماني يدخل بديل يقدم لك اللي ما تكونش تنتظره صحيح رانا شفنا المقابله الاخيره دخل احتياطي اسمح لي اسماعيل دخل احتياطي سجل هدفين وشفتوا شعبت بالدفاع تاع الخصم بار كونتر بونجاح لو كان تخليه في الاحتياط اللي ما تنتظرش منه كثير وهادو هما اللاعبين كل واحد والكاركتر تاعو العقليه والكاريزما امين فوالا العقليه والكاريزما سليماني تعود على هاد الوضع هاد لي سيتياسيون هادو كلكو سوا انتقادات وين كان يلعب امين وين كان يلعب ايضا وين الحق الله يبارك فوالا وين الحق الله يبارك واليوم نزيدو نذكروا اللاعب هذا اللي تعرض كثير للانتقادات وما عطاولوش حقه اعلاميا انا نقولها ونزيد نعاودها لليوم راح يصبح ربما هدف تاريخي في تصفيات كأس إفريقيا يروا على بعد خطوة ثلاثة أهداف من ديدي دروغبا الإيفواري أنا نظن قلت لك رأيي هذا الشخص المتواضع نبدأ بهذا الثلاثي وبعد نشوف لكن أمين شفنا تراجع مستوى بونجاح يعني في المباريات الأخيرة مع المنتخب نقدروا يعني نربطوا تراجع بونجاح بغياب الليلي بغياب الليلي ما لعبش معاه كثير ولكن احنا جوستومون كيراهو غيا كيراهو تراجع في المستوى تاعو اللي ما نسيوش ندخلوه في النفق المظلم هذاك نزيدوا له ان شونس بوتاتر بلو ماتش هذا راح يزيد يتليبيرا وحنا نعرفوا الهدف امين نقصوا الهدف برك باش يتحرر بيسير مهاجم وتعرف طبيعه الحال تود انفو انت تكون هداف اشاك فوا تماركي بيت زوج ومن بعد مقابلتين او ثلاثه متتاليه ما تسجلش راح يدخلك الدوت هذاك سيتو يعني وهذا مهاجم كيما قال يعطيك الله صح انا نظن فوالا انا نظن نزيدو نونكوراجيوه
كالكو سوا اللاعبين ولا الناخب الوطني زيد يعطي له فرصة يخليه كما يقولوا أساسي، لربما أنا راني على يقين لو يلعب لو يكون دخول تاعه أساسي راح يسجل في هذه المباراة. بونجاح اسمعين، محرز بونجاح بالليلي ولا محرز سليماني بالرحمة ولا أي ثلاثي تفضل أنت؟ أنا نشوف بالليلي جزء لا جزء محرز ما نهضروش عليه. انا نشوف او تقريبا كيما محرز ما انا بنشوف بالليلي وبالك شاطرني راي امين بالليلي الجزء لا يتجزا في تشكيله المنتخب الوطني. يعني مع كل احتراماتي لابن رحمه نجم، يعني شفنا العام الاداء تاعو في ويستهام، يعني يقدم اداء مميز لحد الان. انا نشوف نظره تاعي وكما يقول لك نحترم الاخرين، انا نشوف بالليلي بوينت بلاس اوف ليك ناسيونال انتو ان شاء الله. نعم عطينا المهاجم الصالح. انا نشوف المباراه هذه زميل مصطفى، انا نشوف محرز كما قال زميلي امين، انا نشوف محرز بونجاح بالليل، خاطش نشوفوا ثنائيه بونجاح بالليل ثنائيه يعني تقدر تصنع الفارق وصنعت الفارق في كثير من المقابلات. امين، هل يمكن ان يعود الناخب الوطني خطه 4-4-2 باشراك سليماني وبونجاح في وسط في الهجوم؟ انا نقول لك دوك هو صفور كيفاش هو يشوف المقابله، احنا مجرد ان نمدوا في راينا برك. نعم. يقدر يلعب 4-4-2 كاري ولا يلعب اوزونج ولا سا ديبو تو ديبو، هو كيفاش راهو يشوف في الخصم وكيفاش عينه في الفيديو في اللقاء تاع الذهاب، وين راهو يشوف ربما استعمل الكره الهوائيه. وين راهو يشوف الان ربما الكره الهوائيه، احنا انا يا قلت لك دائما يقعد رايي الشخصي باش نذكروا المشاهد، احنا رانا نحللوا برك رانا نعطوا راينا عفوا في المقابله هذه، احنا ماشي من الخصوصيه تاعنا الكره الهوائيه، ربما بتاتكين نحصلوا لي بالك نستنجدوا بالكره الهوائيه، احنا اللعب تاعنا يكمن في الكرات الصغيره في الفنيه في الفنيه الفرديه، لذلك انا نشوف الكرات الهوائيه ماشي من الاختصاص تاعنا، لذلك انا مستبعد جدا يدخل بخطه 4-4-2 مهاجما صريحا مثل بونجاح وسليماني. نعم. اسمعين قبيل قلت لي باللي انت متاكد شو عندك ثقه كبيره باللي المنتخب الوطني حيتجاوز رقم المنتخب الايطالي، يعني احنا رقم المنتخب الايطالي السابق 30 مباراه انا تجاوزناه رانا معاهم 30 قريبين من تجاوز منتخب الارجنتين 31. نعم منتخب الفرنسي فرنسي 30 ايطاليا منتخب الارجنتين 31 المنتخب الايطالي الجديد عنده 37. زميلي مصطفى انا نشوف باللي يعني باش نحقوا باش نحطموا نلحقوا نحكموا نحطموا هذا الرقم، يعني ينطلق بداية من التأهل لكأس العالم، يعني مع تبقي 3 مباريات للخضر نصبح 33 مباراة مع مباراتي الملحق 35، يعني وربما في تصفيه قبل منافسة كأس إفريقيا الفيفا تخصص مباراتين وديتين لكل منتخب، تعطيك تاريخ فيفا باش تلعب مباراة، يعني انا نشوف حتى لهنا نبطي هو الركور تاع طاليا. واش تقول من ناحيه الحسابات حسابات نقدر نحسب هكذا؟ انا نشوف هكذا انا امين انت تحسب كمدرب امين هو يحسب كمدرب كاعلامي انا نحسب كمدرب ما عنديش كوراج نحسب امين اللي حبنا حنايا لا رايك نحترم امين احنا الهدف تاعنا نتاهلوا لكاس العالم واللي غبنا عنه نسخه 2018 ويعني واللي يعتبر شيء ضروري جدا زعما الصغير والكبير يعلم بهذا، يعني نلحقنا ونتكالفينا كاس العالم والمباراتين الوديتين لا شك احنا نفوزوا فيهم لا يعني سيدي نقولوا ماتشين نحطموا رقم قياسي ونتأهل لكأس العالم عندنا 3 مباريات وخلاص 3 مباريات واروح نتوحبس يعني 40 مباراة معايا سي مالك كمل العصر الخرجي فيلي وخلاص. انا والله واش رايك امين؟ انا وراه رايي هذا مستبعد هذه الحسابات هذوما انت مدرب تكلم بالواقع بطبيعة الحال انا نشوف بلي نروحوا مقابلة بمقابلة وما نخموش وما نظنش باللي اللاعبين ولا الناخب يخمم في هذا التخمام، الارقام القياسيه مهمه جدا ولكن ليست هدف باش نوضحوا للجمهور الكريم. نجوز المقابله تاع غدوه ان شاء الله، ومن بعد عندنا استحقاقات اللي راهم جايين كالكو سوا وديات او رسميات، وحنا هذا الشيء خليه يجي كما نقولوا هكذا بعد الاكل تاتي الشهيه فوالا خلوها هكذا برك نروحوا كما يقول لك ماتش بماتش وان شاء الله بوركوا با نلحقوا اللقب الرقم القياسي العالمي هذا. انا نشوف فيه ايضا ماهوش بعيد بالعقليه هذه اللي راي في المنتخب، ولكن نروحوا مقابله بمقابله ان شاء الله. امين واصل معك المنتخب الوطني بقياده بالماضي، يعني ماكينه اهداف الله يبارك 33 لقاء عفوا 76 هدف تفوق على منتخب مخلوفي اللي سجل 75 هدف 53 لقاء
يبقى فريق الشيخ رابح سعدان هو الاقوى 91 هدف في 75 لقاء. شوفوا اللي نقدروا نزيدوا نافونسي بامين بيان سور زيدوا نافونسي وبالمهاجمين هادو اللي عندنا وبالمجموعه هادي وخاصه اللاعبين شبان ممزوجه بشبان واصحاب الخبره العقليه الفلسفه تاع المدرب اللي راح تخليك دائما تتفائل باللي تسجل في كل مباراه. ورانا شفنا باللي كل مباراه يتسجلنا فيها وما كاش مباراه ما سجلناش فيها خاصه بالطريقه اللي يعشقها الناخب الوطني اللي ما نظنش انا مقابله جوز ما سجلوش فيها اهداف اللي نقدروا نلحقوا الرقم تاع الشيخ رابح سعدان. ثلاث مباريات لحد الان في تصفيات كاس العالم 15 هدف يعني رقم يتحدث يعني احصائيات تتحدث عن نفسها يعني 15 هدف انت الناس يسجلون في 10 مباريات بالك 10 مباريات كما قال زميلي ان يعني شيء يبشر بالخير للمنتخب الوطني. يعني زميلي مصطفى كي يكون عندك انت يا نزعه هجوميه يعني ما تخافش يعني نقدر نقولوا نسخة بالماضي هي الاقوى في تاريخ الجزائر. انا اؤكد هذا الامر نسخة بالماضي اقوى نسخة في تاريخ المنتخب الجزائري. امين وانا مسؤول على هذا. شاطر الراي واش شاطر الراي قول لي ما قلت لي والو شاطر الراي واش قال لك نسخة بالماضي هي الافضل نسنك اكد لك المعلومه حبيت نتقني بلا ديتا نقولها لك بالجميع نسخة بالماضي هي اقوى نسخة في تاريخ كرة القدم الجزائري حب من حب وكره من كره. امين هذه النسخة تاع بالماضي شارك فيها بالماضي وشاركوا فيها اللاعبين بيسر لازم ما نحوش نقلوش من المستوى اللي يقدمه قائد المنتخب الوطني رياض محرز. امين لا انا اقول لك الاول اللي شارك اللي كان على الاخر راسه هو بالماضي نوجهوا له نرفعوا له القبعه اللي هو كان السبب الرئيسي في هذه النتائج ولا في هذه النسخه هذه لانه لو تسال اي لاعب راح يقول لك الفضل راح يعود للمدرب هذا شيء اكيد خاصه تقريبا كل اللاعبين اللي كانوا يلعبوا هما اللي هما اللي ما عدا زروقي ولا مرحبا حوالي اربع او خمس لاعبين اللي غيرناهم وما غيرناهمش كما نقولوا اللي اثروا على التشكيل الاساسي ولكن اليوم كل واحد نعطوا له حقه لو بريمي كما يقول لك اللي اثر على هذه النتائج هذو ولا على هذا الاخر سيبيا هو المدرب وبيسر المدرب واللاعبين كي تقول مدرب راح تقول اللاعبين لانه اللاعبين مشاو مع المدرب لانه شافوا المدرب تاعهم باللي إليتي اونات من نهار وصولوا للمنتخب واش كان يوعدهم كان يجسدوا في الواقع لذلك كما يقول لك عامل مشترك بين الناخب الوطني واللاعبين وبدون ان بلا ما ننسى ايضا الفضل يعود الى الاتحاديه السابقه على راسها خير الدين زتشي اللي قدم اللي وفر كل الظروف الحسنه باش حط المنتخب هذا في لي بون كونديسيون باش حقق هذه النتائج لازم كل واحد نعطوا له حقه مصطفى جيد امين صح. امين تحدثوا عن رياض محرز يعني 24 هدف 27 تمريره حاسمه شارك في 51 هدف مع المنتخب الوطني امين وثاني احسن ممرر في العالم باش ديرها على بالك باللي 0.49% متقاسم المركز مع زميله في سيتي ديبري جيد احسن ممرر في العالم هذا راه يدل على كل شيء احنا اليوم ما نقدروش نشكوا ولا نقدروا الاخر لاعب اللي راه يأثر كثير على النتائج اللي راه يحققها المنتخب الوطني شفت في لي سيتياسيون ديفيسيل في الوضعيات الصعبه قائد بمعنى يعطيك الله الصحه حتى وين نشوفوا باللي قطعنا الياس باللي راح نخرجوا متعادلين ما نعرفوش كيفاش يخرج يسجل لك ولا يمد لك ان باس ديفيسيل يعني هكذا تفعل النجوم والله هذا هادوهم هاو الفرق بين لاعب ما ها لاعب جيد ولا لاعب كبير هم هادو هما اللاعبين الكبار باسكو كاين غرون جوار وكاين بون جوار باش نتفاهموا لازم انسان يفرق غرون جوار تلقاه ياخذ لي ديسيزيون ويدير لك في لي سيتياسيون ديفيسيل يحل لك المشكل يكون مفتاح الشفره كيما المقابله اللي فاتت ولاعب جيد تلقاه سا ديبون تكون نهار هنا نهار لهيك والله نهار هنا نهار كاين نهار معك ونقاطعك امين اسمح لي مصطفى يعني المباراه الماضيه ضد منتخب النيجر يعني في بدايتها تعتبر يعني بانت انه كانها مباراه صعبه خاصه مع ارضيه الميدان الكارثيه يعني جا محرز سهلها يعني هو قال لك امين يعني لاعب لو كان ما عندكش محرز اللي راح زعما يصنع الفارق مع احترامي للاعبين لباقي لاعبي المنتخب يعني محرز
بمخالفة حطها الدار وتحدى يعني. اي واحد كان داير في باله بلاح يسجل مع هذيك ال 30 متر نعم يعني فك الشفر يعني حتى المعلق بعيد ماشي مالف يسجل من تماك يعني وهذا هو انا اقوله من رياض محرز في أسوأ احواله يقدم لك تمريرة الهدف ولا يقدم لك الهدف وامين ويعطي لا كونفيونس يعطي الثقه للزملاء تاعو يعني قائد بأتم معنى قائد بأتم معنى الكلمه زين وما نساوش اليوم راه ثالث هدف تاريخي في المنتخب نعم ماني جاي لها امين يعني راه 24 هدف في المنتخب الوطني من ناد نوجه له تحيه بالمناسبه 25 باللومي وماجن نوجه لهم تحيه كذلك 28 تصفى 36 والقبطان الجديد اسلام سليماني 37 امين فوالا هذه هي انا نقول لك هاوليك واش اللي هو يصنع في الفارق في هذا الجيل هذايا دوك لو كان تبدا من حراسه المرمى وتجي تلقاهم كاع باللي راهم مشاركين في هذه النتائج التاريخيه انا نسميها بور مو تاريخيه سي دي ريزلتا هيستوريك اللي راهو كل واحد راهو ياثر على هذه النتائج انا نقول لك من الحارس الاول حتى اللي يكون في اخر القائمه لانه لو جروب ليسبري دو جروب اللي مهم مهم جدا في تحقيق هذه النتائج ويعود الفضل لجمال بماضي يعني يعني الان بامين مصطفى يعني الان كي يكون تربص المنتخب الوطني تحسوا ان اللاعبين جايين وجايين فرحانين نعم يعني ما شفناهاش هذه انا ربما انا يقعد رايي شخصي ما شفناهاش في السنوات الماضيه يعني المنتخب عرف تدبدب يعني المنتخب دوكي وحنا احنا كاسره اعلاميه ولا كجماهير كجمهور يعني ولا يفرح كي تلحق مباراه المنتخب الوطني ويستناها بفارق الصبر صحيح انا نشوف هذا امين نتحدثوا على ادم والناس يعني قلنا سوء الطالع صادفوا تعرض الإصابة يعني وحتى الأخبار القادمة من إيطاليا تقول لك بلي مازال بداش التدرب يعني مازال يعاني من الآلام مكتوب ربي نعم هذا هو مكتوب هذا هو اللاعب قلت لك كاين أمور تقدرش تحكم فيهم لا أنت لا أنا لا حتى واحد يتحكم فيهم ربي سبحانه كان كما يقولوا في نسق تصاعدي كان يقدم أداء جيد في فريق نابولي ولو كان يلعب بضع دقائق يدخل يلعب 12 ولا 13 دقيقة يقدم مستوى جيد اللي كان عطانا كما يقولوا إسبوار عطانا بشرنا بشارة تاع خير اليوم الحق الموعد وأصيب هذه حاجة تاع ربي سبحانه وحسن حظه مازالوا صغير ولاعب كما يقولوا من حسن حظه عنده ناس تانيك داريار لوي مثل الناخب الوطني اللي راهم دعموا كما يقولوا 100% اللي تحدث معاه يوميا ولكن هذه تبقى كما يقول لك مجرد هادو اصابات يدخلوا في هاد في اللعبه هذه وان شاء الله نتمناه ويتخلص من كل هاد الاصابات لانه بصراحه لاعب مهم مهم جدا في المستقبل في المنتخب جيد اسماعيل لاعب اخر في نابولي يعني فوزي غلام كان عاد التدريبات الجماعيه مؤخرا ومواقع نابولي تهضر بزاف عليه قال لك حيكون متاح لسباليتي في فتره قادمه ما تشبالك يكون خيار في الجهه اليسرى للمنتخب الوطني مستقبلا يعاود يولي يعني غلام يعتبر يعني غلام زميل مصطفى غلام تسمى دوك نهضروا يعني ما نهضوش بالعاطفة يعني أنا نشوف الآن جهة اليسرى في المنتخب يعني الرجل تاع الأول يكون من سبعيني وأنا نشوف يراه واجب ما بالرغم من عودة غلام ونعرف غلام الإمكانيات تاعه زميلي أمين ربما توافقني الرأي مي أنا نشوف فارس ثم دوك عندنا جايين كومبيتيشن كوب دافريك وإن شاء الله نتأهلوا كأس العالم أنا نشوف فارس بن سبعيني هو اللي حيكون الجهة اليسرى للناخب الوطني أمين ما نظنش مع وجود بالماضي ما نظنش راح يكون غلام غلام عفوا هو تحدث عليها مؤخرا في الندوه الصحفيه انا ما نظنش رايي نعم امين كاين خبر واحد اخر امين ربما يفرحك يعني الاخبار تقول ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ريال محرز والله تمنيت من اعماق قلبي لو يكون هذا اللاعب في النادي الملكي لانه راح تزيد تشوف رياض اكثر راح الجمهور راح كيما نقولوا راح نشوفوه كل اسبوع يلعب فوالا وراح يزيد ديكوفري رياض محرز واش راح يفعل في رياض مدريد ولا في البطوله الاسبانيه نعم كاين خبر اخر باش نختموا معاك نخلو اسماعيل دوك نعطي له اتلتيكو مدريد وجيفانتيس يريدان بالنصر انا شفت خرج العام وما ينقش هو يلعب في فريق ايضا فريق فريق كبير جدا بألقابه اسي ميلان ليس من ليس اي فريق ولكن دوك هو يشوف وين يلقى راحت باله وانا رايي الشخصي المتواضع انا نضل يستمر في ميلان الخير تفضل اسماعيل عطينا رايك في محرز ورايك على النصر محرز كما تطرق امين ماذا بينا نشوفه في نادي كبير كريال مدريد خاصه انا مشجع او في نادي كبير كذلك لا اكبر منه اكبر يعني منه اكبر منه اكبر منه اكبر منه بكثير يعني احنا مدبينا يلو كان يعني يلو كان يلعب عام واحد مع ريال مدريد
ومنشوف أنا رياض محرز خاصة مع معاناة ريال مدريد في الجهة اليسرى. يعني أنا نشوف بلي محرز في الجهة اليمنى في الجهة سمحوني في الجهة اليمنى أنا نشوف محرز نشوف محرز حي قد محرز لحد الساعة محرز مازال ما قدم مازال ما أبان عن وجهه الحقيقي في مانشستر سيتي. يعني نشوفه نشوفه هكذا زعما بيريودا يمدلو الفرصة ومن بعد سيب. لا لو ينتقل ريال مدريد صراحة أنا يكتشفوا محرز يكتشفوا أنه نشوفه وجه آخر بالنصر. أنا نشوف بالنصر كما قال أمين مدى بينا يريح في ميلون ما أنا نشوف على حسب طريقة لعب بالنصر والاندفاع تاعه. أنا نشوف أتليتيكو تخرج عليه ثاني مدى بينا يروح أتليتيكو مع سيميوني خاصة الآن مع سيميوني وأتليتيكو مصنف من بين أكبر الأندية في أوروبا من أقوى الفرق الأندية في أوروبا. نعم شكرا إسماعيل شكرا لتواجد معنا اليوم وسعدنا بتحليلك هذه المعطيات هذه بارك الله يعطيكم الصحة. شكرا زميلي مصطفى وامين يعطيك الصحة اخويا امين امين يعطيك الصحة شكرا لتواجد معنا اليوم. شكرا لك ايضا شكر موصول لك والله غير تحية نوجهها لك ليك ايضا نوجه لك تحية لك على المجهودات الجبارة اللي راك تبذلها لإنجاح هذا العدد سواء حصة خاصة أو 60 دقيقة كرة راح نرفع لك القبعة مع هذا المنبر. الله يرحم والديك أنا نقوم غير بالعمل تاعي يعني لا راك تقوم نشكرك أنت ليك تحضروا وإسماعيل اللي حضروا معي اللي حضرتوا معايا بارك الله فيكم. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من الحصة الخاصة انتظرونا عدد غدا إن شاء الله عفوا في حصة خاصة قبل اللقاء وبعد اللقاء لتحليل أداء المنتخب الوطني إن شاء الله. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.